الجامعة الأمريكية، وكان بيحاول يشرح لماذا أغلقوا أبواب الجامعة لمنعوا الطلاب من الدخول. كانوا بينتقدوا إدارة الجامعة في أنها لم تتواصل معهم أو تقدم لهم إجابات أو تفسيرات عن أسئلتهم. الجامعة الأمريكية لها رأي ورد، وهذا حق مكفول للجميع. نحن نقدم كل وجهات النظر دون انحياز لطرف على حساب الآخر. معنا على الهاتف الأستاذ مدحت هارون، المدير الأكاديمي بالجامعة الأمريكية. مساء الخير دكتور مدحت. مساء الخير أستاذ خير. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور مدحت، لديك تعليق على ما قاله الأستاذ طاهر بالأمس؟ طبعا. أولا بس أنا عاوز أوضح شوية نقط سريعا كده، إن الجامعة الأمريكية جامعة مستقلة لا تهدف للربح، وبرضه ده بيفند نقطة كان قالها المهندس طاهر امبارح بالنسبة لا لتجارية التعليم. النقطة الثانية إن الجامعة لا تمول من هيئة أو مؤسسة أو من حكومة، سواء المصرية أو الأمريكية، وعاوز أحط خطين تحت الأمريكية لأن في بعض الخلط في النقطة دهية. خلاصة الكلام ده إن لازم الدخل بتاعنا يعادل المصاريف، وإلا لن نستطيع أن نستمر زي ما استمرنا لمدة 93 عام. النقطة الثانية، إحنا بنحاول نقدم خدمة متميزة للطلبة. في بعض الناس بتعتقد إن الجامعة الأمريكية مفتوحة بس لأبناء الطبقة العليا في المجتمع، والحقيقة إدارة الجامعة بتعمل جاهدة دايما على إنها تمثل كل شرائح المجتمع، وعشان نعمل كده بندي منح لا ترد للطلبة المتميزين، بندي منح لمساعدة الأهالي في تغطية الأعباء المالية. الحقيقة ده بيخلي إن حوالي أكتر من 60% من طلبة الجامعة ما بيدفعوش المصاريف الإسمية، ودي الحقيقة نقطة التزام علينا، التزام مالي، لكن إحنا نفتخر به لأنه ده فعلا بيمثل العدالة الاجتماعية. إحنا برضو كمان كإدارة بنحاول، أو كمعلمين بنحاول ننمي قدرة الطلبة على التفكير، على التفكير الحر المبني على التحليل وليس التلقين. الحقيقة على مدى السنين حاولنا كتير مع الطلبة أننا نفتح مجال المناقشة. بنقول للطلبة لو أنتم عاوزين تتناقشوا أو تنتقدوا لازم النقد بتاعكم يكون هادف ومبني على دعامتين أساسيتين. الأول أن يكون مبني على معلومات صحيحة وحقائق غير مغلوطة، وللأسف ده أنا شايفه بيحصل كتير في مصر الأيام دهي. النقطة الثانية أنه لازم يحترموا رأي الآخرين. حضرتك امبارح في كلامك مع طاهر قلت أن طالما أن الجامعة ملتزمة بقرار إنشائها فمن حقها أنها تحدد المصاريف، وعلى الطالب أنه يجي جامعة أو ما يلتحقش بيها، ده حرية شخصية له. ده ما كانش رأيي، أنا بتخيل وجهة نظر الجامعة فبطرحها، لكن أنا عندي رأي برضو هطرحه على حضرتك دلوقتي. أوكي. النقطة في دي احنا برضو مصرين دايما على التفاوض مع الطلاب. هما بيشتكوا من ان انتم ما تفاوضتوش معهم وما حدش اهتم بيهم ولا تحاور معهم. اوكي، هقول لحضرتك السنة اللي فاتت زي الوقت ده الطلبة وقفوا وقفة احتجاجية مطالبين بزيادة المرتبات للعاملين بالجامعة. نعم. بالذات الفئات الدنيا. الحقيقة الجامعة استجابت، احنا رفعنا الحد الأدنى للأجور ل 1400 جنيه، ده لعمال النظافة، ورفعنا مرتبات الفئات الدنيا والمتوسطة من العاملين. وده التزام تاني جه علينا بالإضافة للالتزام الأولاني اللي قلت عليه من ناحية الطلبة. طبعا من ناحية التضخم طبعا دي بنعاني احنا منه كلنا كدولة، احنا بندفع فواتير وبنعمل اشتراكات. المحصلة اننا بعد ما حسبنا المصاريف بتاعتنا كانت المصاريف لازم تزيد بمقدار 7%. قعدنا مع الطلبة وقلنا لهم اوكي ده اللي هيحصل، ايه رأيكم؟ طبعا كان في تشكك في الاول، قالوا لا انتم مبذرين، خلونا نشوف الملفات. فتحنا لهم الميزانية بصوا عليها وتأكدوا ان كل شيء في مكانه المظبوط.
ابتدينا نبص على السنه دي فقالوا لا احنا طب ما احنا ممكن نقطع بعض ايه النشاطات. قلنا لهم طب نقطع النشاط الطلابي نقلل منه سواء الاجتماعي او الرياضي او الثقافي. بس قالوا لا ده مهم جدا بالنسبه لنا. المهم في الاخر يعني بعد مناقشات استمرت عده اشهر وصلنا ان 7% دي هي النتيجه الحتميه، وده كان باتفاق الطلبه وكان في برضو ممثلين من اولياء الامور في هذه اللجنه. هو لما بتيجوا تتكلموا مع الطلبه يا دكتور بيكون الكلام مع اتحاد طلاب المنتخب ولا مع الطلبه؟ يعني تتمسك الطلبه دي ازاي؟ اي طلبه اذا كان في الاف معتصمين امبارح فعدد قد ايه النسبه تبقى ازاي؟ انا عاوز اختلف مع حضرتك في حته ان كان في الاف معتصمين امبارح. على كلامهم واللي احنا صورناه كان في عدد كبير. نعم لا عدد كبير لان احنا طلبه الجامعه راحوا عشان يخشوا المحاضرات، ودي الحقيقه كانت سقطة كبيرة من مجموعة من قلة من الطلبة انهم قفلوا الجامعة. تمام. فاللي حصل ان عدد كبير من الطلبة طبعا والاساتذة والعمال والموظفين راحوا للجامعة فعرفوش يخشوا. احنا ملتزمين بالامان والامن للناس اللي هم بيعملوا عندنا، فقررنا نلغي اليوم الدراسي. والناس رجعت. لما حصل ده اللي كان فاضل في الاخر لا يتعدى 100 طالب. هم مجموعة منهم قليلة جدا متشددة ومجموعة أخرى ماشية معاهم في هذا الموضوع. طيب دكتور ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ لو أنا ولي أمر ومدخل ابني السنة اللي فاتت الجامعة مثلا وداخل وأنا ما أعرفش أن في زيادة 7% أو 8% أو النسب اللي بتزيد، فلما أجي أحسب 7% سنوية لنهاية المدة قد تكون إمكانياتي لا تسمح. طب ما انا اتحطيت قدام امر واقع، يعني وانا داخل الجامعه لو بتقول لي ان المصاريف ستزيد سنويا بنسبه تتراوح من الى، انا هبقى فاهم ده وانا بعد بجهز نفسي، فاذا لم اكن معد لذلك فانا مفاجئ. هل ده طبيعي في الجامعات الخاصه والمستقله؟ هو اولا ان هو طبيعي، بس ده احنا انا عاوز ارجع للنقطه اللي حضرتك بتقول عليها ده، هي ان احنا الطلبه كانوا قدموا لنا اقتراح واحنا الحقيقه رفضناه السنه اللي فاتت. كان اقتراح مكشف جدا بيقول ايه، انا داخل الجامعه السنه دي هدفع مصاريف معينه خليها ثابته لمده 5 سنين. نعم. ويرفعوا المصاريف على الناس اللي جايين بعد كده. قلنا له لا ده ما ينفعش، ده ما فيهوش اي عداله بالنسبه للطلبه للاجيال القادمه من الطلبه. احنا عندنا بديل ان احنا هنحدد زياده معقوله للطالب اللي داخل السنه دي بحيث انه يقدر في السنوات القادمه يعرف بالظبط هيدفع قد ايه، والعيله تقدر تحدد المصاريف الملتزمه بيها. نعم. وبعدين ده هيؤدي برضو ان الطلبه السنه الجايه هتبقى اللي داخلين جداد هيبقى مصاريفهم اعلى شويه. نعم. لكن في نفس الوقت هيبقى عارف برضو طوال مده الدراسه سواء 4 سنين أو 5 سنين يقدر. نعم. هيدفع منها كام. طيب دكتور مدحت اخيرا، انتوا ناويين تعملوا ايه مع الطلاب؟ تتفاهموا معاهم ازاي؟ تحلوا هذه المشكله ازاي؟ هم واضح ان لديهم رؤيه وجهه نظر ومتمسكين بها، واداره الجامعه عندها قرار ومتمسكه به. ما هي الصياغه الوسط لمن يدير الامر لتجاوز هذا الموقف؟ اوكي، احنا اتقابلنا معاهم امبارح وهنتقابل معاهم بكره تاني نتكلم في الموضوع. الحقيقه احنا مع، انا عاوز اقول انا فخور بالطلاب الجامعه الامريكيه، طلاب اتحاد الطلبه. قعدنا نتناقش ووصلنا لحل وسط. طبعا تخفيض المصاريف في الفترة الحالية ده عملية بتاخد من 7 لـ 8 أو 9 أشهر عشان تتم تحديد المصاريف. قلنا لهم احنا دلوقتي بنعمل مصاريف السنة الجاية، خشوا معانا وقعدوا وتناقشوا قولوا لنا ازاي نقلل المصاريف. لازم في الآخر المصاريف تعادل الدخل. النقطة الثانية الدخل يعادل المصروف. ايوه بالظبط. انه بعد كده اننا عندنا مجموعه من البدائل لعمليه اننا نقنن الزياده بحيث انها تكون في حدود معقوله، طالما ان في يعني ان زياده الاسعار او التضخم موجوده في حدود معينه هنلتزم بيها، ولو حصل زياده عن كده هنرجع ونتناقش معاكم في حل المساله دي. الحقيقه احنا وصلنا لنقطه كويسه جدا في المناقشات، وبعدين دخل حد من الطلبه اللي هم المتشددين قال ما قدمناش حل غير انك تشيلوا 7% وتثبتوا المصاريف.
نعم. فأجلنا البكرة إن شاء الله، وإن شاء الله نوصل لحل. أتمنى أن أنتم توصلوا لحل ونحل هذه المشكلة عشان الناس تتفرغ لدراستها. دكتور مدحت هارون بشكر حضرتك جدا. هطلع فاصل أسيبكم فيه مع تقرير عن عودة الجرافيتي